อัลฮัมดุลิลลาฮ์ศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันวะลาห์นะห์นุอัลอานฟีกุรฟะจูวัลบะฮร์วะดะฟีฮิวะอิควานนะดิลาละอะซีมะอะลาอะซะมะติลคาลิกซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอะลากุดเราะติฮิญัลละวะอะลายาอินันซุรอิลาฮาดีอัลมะคลูกาตอัลอะซีมะมินฮาดีอัลอัสมาฟิลมิยาฮ์ตะดุลลุอะลาอะซะมะติฮิตะบาระกะวะตะอาลาربنا سبحانه وتعالى هو الخالق المتصرف لهذا الكون والذي سبحانه وتعالى أبدع صنعه بالله الناس تأمل في مخلوقاته الأسماء دي أشكال وألوان يعني شيء عجيب والله شيء عجيب سبحانه أبهرنا هذا الأمر شخصيا أبهرني جديد والله الموضوع ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق البحار وخلق الشعب المرجانية برضو صورناها وخلق يعني هذه المياه وهذه الأمواج تتلاطم مع بعض إحنا سيجينا راكبين في الفلك في المركب دلالة على عظمة ربنا سبحانه وتعالى ربنا عز وجل الذي قال في القرآن هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون لحما طريا هذه الأسماك أشكال وألوان لحم طري لحم يعني طاعم ولحم لين طري سبحانه وتعالى وربنا عز وجل جعل في هذه دلالة عظيمة على أنه سبحانه الذي يستحق العباد ولذلك ربنا كان بيخاطب المشركين بتوحيد الربوبية وبدلالته في توحيد الربوبية عليهم يرفضوا بالعباد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ربنا سبحانه وتعالى قال ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله بنعمته تبارك وتعالى ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور قال الله تبارك وتعالى في القرآن وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وما بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون قوم يعقلون الإنسان لو عنده عقل ما بيمشي لغير الله عز وجل وما بيمشي للميتين والمقبورين اللي يمعنوا الطرق الصوفية يخلي الخالق تبارك وتعالى العظيم المدبر لشؤون الخلق المتصرف في الكون المبدع الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى ربنا قال صنع الله ده صنع الله سبحانه وتعالى يا صوفية ويا علمانين ويا شيوعيين ويا ملحدين الناس بينكروا وجود الخالق والبيقولوا لا إله ولا حياة مادة والبيقولوا وإن بالطبع لا نعرف شيئا عن وجود الله عن وجود الله ديال الشيوعيين شوف ربنا سبحانه وتعالى الخلق دي هل بيقدروا يخلقوا زي خلق الله سبحانه وتعالى هل بيقدروا يصنعوا زي صنع الله سبحانه وتعالى ده بيقدروا ما بيقدروا والله دي رسالة لأي ذول يا أخوانا عنده عقل أي ذول ملحد نحن والله إذا له الخير ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق هذه الأشياء ألا يستحق العبادة ألا يستحق أن يفرد بالعبادة تبارك وتعالى يا أخي ربنا عز وجل خلقك أنت وربنا بيرزقك وبيرزق شوف المخلوقات دي الله بيرزقها في البوية دي في المتحي ربنا منزل لها رزيقة دي تأكل وتشرب سبحان الله ألا يستحق أن يعبد عشان كده ربنا قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء هل من شركائكم يا علمانيين ويا شيوعيين الناس البناد الميتين والبناد أصحاب الطرق الصوفية والبناد المشايخ في الشدة يا أخي في الشدة المشركين كانوا لمن يركبوا في الفلك دي بيعدوا الله سبحانه وتعالى ربنا قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون المشركين كانوا لمن يركبوا في البحر ده بيعرف عظمة الخالق بيسألوا الله براو وبيدعوا الله براو لأنه ده وقت بتاع توحيد والله شو ده الأشياء كده ده توحيد بس ما معه كفر عشان كده إكرم ده له حق إنه يخش الإسلام إكرم من أبو جهل ده كان سبب لإسلام وإنه لما تدك في البحر إلي ربنا سبحانه وتعالى ربنا قال هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكون من المشركين
ولذلك احنا بنرسل لهم رساله يا اخوان اعبدوا ربنا سبحانه وتعالى لان جئنا من هذه لكنا من الشاكرين تفرد الله بالعباده لانه المستحق للعباده لانه الذي سبحانه وتعالى سخر لنا هذه الاشياء كلها لنفرده تبارك وتعالى بالعباده وحده لا شريك له فلماذا نذهب الى غيره ونسال غيره وندعو غيره ونستعين بغيره الصوفيه واصحاب الطرق البناد المشايخ والبعد والحجاب والتمائم يقول لك حجاب رزق وده حجاب ما عارف شنو كده وده حجاب كده ليه وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعني اتقن هذه الاشياء اتقن صنعها وخلقها تبارك وتعالى فهو المستحق للعباده ولذلك احنا بنرسل لهم هذه الرساله ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بها وينفع بها السامعين بارك الله فيكم السلام عليكم